ربي اللي عالم علينا ما علم علينا حتى شي واحد ما غير الله. حنا تنطلبوك سيدنا تشوف من حالة هذاك الرجل، راه بكى راه ما خلى ما دار، راه تسدو كاع البيبان في وجهه، راه تيمشي تا ملي تيرجع تيجلس يبكي، راه إلا شتي حالتو راه بكى، راه حتى ولا بكاني أنا وليت خارجة للزنقة نطلب ليهم خبيز نجيبو ليهم ياكلوه. تنقول لي شوف أوليدي ما تبقاش ما تبقاش راسك، دابا ربي يحن، دابا ربي يسهل، دابا ربي يجيب الرزق، دابا تنطلبوك تحن علينا وتشوف فينا وتشوف هاد الحالة اللي حنا فيها، وتشوفي في هاد خمسة هاد البنات، وتشوفي فيهم راه مريضة بالضيقة، راه ما تقد لا تخدم لا تردم، رانا لا غير انا اللي تناكل وشي نجيبو وشي ما نجيبوش، الا ما شفتو والو تيبقاو بلاش باش ما عطى الله. يا التميخيلة يا المخباز يا اللي جاب الله تنخدم فيه، طلب الى سميتو راه تنطلب باش ما يخليو ما نخليش هذيك البنات يموتوا ليا في الجوع. ايدي هذيك البنات ما يتساهلوش تكربيس، انا تنشوف فيهم وربي اللي عالم من جهتهم، رانا تنخرج تنبكي وندخل نبكي، وهذاك السيد ما يكونش شتي حالته اسيدنا، راه الا شتي حالته راه يبقى فيك يكون ما نعرف اشنو. دابا تنطلبك تلق سراحو، تنطلبك حن عليه، راه ما جا عندك وجا عندك حتى صافي تسدو كاع البيبان عليه، وجا عندك باش غير تشوف اش من الحل غدير معاه. هاد السيد هذا نهار جمعة مع 8:30 مع 8:30 داب ليا تو المدرسة، قال لي شوفي رجعي شوف أنا غنرجع دابا، عمري آتي غنرجع دابا نفطر، ومن تماك ما تيناش لنا هاد السيد هذا، فين مشى الله أعلم، فين مشى السيد الله أعلم، جا خبارنا جا خبارو في العشية، قال لنا تلاقى مع الملك شدوه، الظروف مشى عندو. ما لقينا ما ناكلو، ما لقينا ما ناكلو، ما لقينا ما نشربو، الباب اللي مشى عندو تسد عليه، الباب اللي مشى عندو تسد عليه. عندي خمسة البنيات ما عندهم ما ياكلو ما عندهم ما يشربو، خصهم يتكساو خصهم يتشبطو خصهم شحال من حاجة خصهم، كلهم تيقرا كلهم تيقرا، عام دابا هزنا غير الوالدة، عام هزنا الوالدة ضاقت به الدنيا. شكون كيقول لك على الخدمة؟ ما لقيتش ما تنسوش، يقول لي الغالب الله ما لقيتش الخدمة، الغالب الله الغالب الله ما لقيتش الخدمة، عام الوالدة العام عام الوالدة شادة البلاد خدامة عليهم، أنا باغا نخدم مريضة بالضيقة، أنا باغا نخدم ماشي ما باغاش، وأني مريضة مريضة بالضيقة وبالأعصاب. كانت خدمته خباز، وفاش خرج مابقاش فيما مشات البيبان مسدودين عليه. ونسيبي اش غنقول لك، نسيبي مضطر بزاف ومريض، علاش مريض؟ ما لقاش الخدمه، الباب اللي مشى ليه مسدود عليه،
مر رمضان هو ما خدامش ما درش فيها ضربه، وتيخمم لهاد البنات تيبكي الليل يبكي نهار. راه بكى راه مرض في صحته، ربي اللي عان به، ما عان به الا الله. راه ما تلاقى مع سيدنا، راه ما مشى مع سيدنا حتى صافي تدعو عليه البيبان، وتيشوف بنياته مرقى ما يعطيهم وانا ما يمديهم. حتى من القرايه كنا غيحبسهم، قلت لي ما تحبسهمش، انا غنتبر نشوف نطلب الناس باش يشريو لي الكتب يقراو البنات. دابا هانت شوفي حالتنا وشوفي الظروف ديالنا وشوفي الظروف ديالنا. دابا تنطلبوا سيدنا ويطلق سراحو ويشوف من حالته ويشوف من حالتنا. راه ربي اللي عالم بينا، راه الا ما طلبت لهم الخبز راه ما ياكلوش، راه الا ما طلبت الناس ما ياكلوش، راه الا تعشاو ما يفطروا، الا فطروا ما يتغداوش. راه واحد الظروف صعيبه، راه ما وصل سيدنا، ما مشى عند سيدنا يتلاقى معاه حتى صافي تدو ليه البيبان كاملين. دابا تنطلب لسيدنا يعفو عليه ويشوف الحل كي غايدير معاه. الله ينصر سيدنا. الا دخل الحبس، الا دخل الحبس هاد السيد هذا غتكون عندنا صعيبه، ما نقدروش الحاله ديالنا غتولي. شوف الحاله دابا ديالك كي دايره، حالتنا كي دايره. ما لقينا ما ناكلو، هو معانا وما لقينا ما ناكلو. عادي الا تشد الخدمه ما لقاهاش، وبناتو بقاو في بناتو، ما عندهم ما ياكلو، ما عندهم ما يشربوا، ما عندهم يتكساو يتصبطوا. هذاك الشيء اللي دارو هو دخل المدرسه، مي اللي قيداتهم وبغى يحبسهم من المدرسه. هاي مي مسكينه هي اللي جابت لهم المكتوبه وجابت لهم. ما عندناش باش، ما عندوش باش يقريهم، لا فلوس كسوا لا والو، ما عندهم كاع باش يقريهم كاع نهائيا، ما عندوش باش يقريهم. تنقول الملك يشوف من حالنا يشوف من حاله ويشوف من حالنا حنايا. انا هز هاد البنات ما قدرتش، وكان غيحبسهم من المدرسه، وطلبتو قلت انا اللي غندبر لهم على سميتو، غنمشي عند الناس ونطلب لهم الكتوبه، نطلب لهم اللي بغاو باش ما يتشرجوش من المدرسه. دابا حنا مزوقين فيك، الله يسهل عليك. شوف من جهتنا وشوف من جهه هذه الحاله اللي حنا فيها، وشوف من جهه هذاك السيد، راه ما الى مشى راه مشى كلشي، راه غيخلي بنياته، راه ما كانش ليه هزو. راه ربي اللي عالم، ربي اللي عالم علينا، ما علم علينا حتى شي واحد ما غير الله. حنا تنطلبوك سيدنا تشوف من حالة هذاك الرجل، راه بكى، راه ما خلا ما دار، راه تسدو كاع البيبان في وجهو، راه تيمشي ملي تيرجع تيجلس يبكي. راه إلا شتي حالته، راه بكى، راه حتى ولا بكاني أنا وليت خارجة للزنقة نطلب ليهم خبيز نجيبو ليهم ياكلوه. تنقول ليه شوف أوليدي ما تبقاش راسك، دابا ربي يحن، دابا ربي يسهل، دابا ربي يجيب الرزق. دابا تنطلبوك تحن علينا وتشوف فينا، وتشوف هاد الحالة اللي حنا فيها، وتشوفي في هاد خمسة هاد البنات، وتشوفي فمهم راه مريضة بالضيقة، راه ما تقد لا تخدم لا تردم، رانا لا غير أنا اللي تناكل وشي نجيبو وشي ما نجيبوش، إلا ما شفت والو تيبقاو بلاش. باش ما عطا الله، يا التميخيله يا المخباز يا اللي جا بلا تنخدم فيه، طلب الى سميتو راه تنطلب، باش ما يخليو ما نخليش هذيك البنات يموتوا ليا في الجوع. ايدي هذيك البنات ما يتساهلوش تكربيط، انا تنشوف فيهم وربي اللي عالم من جهتهم. رانا تنخرج تنبكي وندخل نبكي، وهذاك السيد ما يكونش شتي حالته سيدنا، راه إلا شتي حالته ولا يبقى فيك يكون ما نعرف اشنو. دابا تنطلبك طلق سراحو، تنطلبك حن عليه، راه ما جا عندك وجا عندك تا صافي تدو كاع البيبان عليه، وجا عندك باش غير تشوف اش من الحل غادير معاه، راه جاي عندك باش تعرف
يعرفوا شنو الحل اللي غادي معاه. راه صافي تدو كاع البيبان، راه بكى الليل بكى نهار، راه اللي شافو راه ربي اللي عالم بيه، راه ما تينعش ما تيشوفش النعاس. دابا تنطلبوك تشوف من هاد الحال تاع هاد البنات، وتشوفي من هاد الحال لهاد المراه، لا باي راه باينه كلشي، راه ما خافين حتى شي بلاص، راه غا وجهي يوريك، راه مريضه بالضيقه ما تقد لا تخدم لا تبدا، راه ما حالتي لبرا ما حالتي لداخل. دابا حنا مزاوقين فيك، حنا مزاوقين فيك اسيدي وسيدنا محمد السادس، حنا مزاوقين فيك. الا ما تلقش احد هاد الولد هذا يجي عند بناتك، الله يرحم ليك الوالدين، الله يسهل عليك، الله يشافك يا ربي.